تسرق بيوت، تسرق شهود، تسرق قناوي أو غناوي أو مطر. يا بتعرفي يا نول وجعت دماغنا. تسرق بيوت، تسرق شطور، تسرق قناوي أو غناوي أو مطر. تمسك بيوت العنكبوت حوالين رئة كل البشر. تسرق بيوت، تسرق شطور، تسرق قناوي أو غناوي أو مطر. تمسك بيوت العنكبوت حوالين رئة كل البشر، لكن عمرك ما تقدر تسرق وطن. تسرق بيوت، تسرق شهود، تسرق قناوي أو غناوي أو مطر. تمسك بيوت العنكبوت حوالين رئة كل البشر، لكن عمرك ما تقدر تسرق وطن. أهلا بيكم. تسرق بيوت، تسرق شطوط، تسرق قناوي أو غناوي أو مطر. تمسك بيوت العنكبوت حوالين رقاب كل البشر، لكن عمرك ما تقدر تسرق وطن. الأغنية الرائعة ديت من تأليف الشاعر الكبير محمود رضوان، ومن تلحين وغناء العضو السابق في فريق وسط البلد إسماعيل فوزي. الأغنية ديت أنا أعرفها من أكتر من 20 سنة. الأغنية ديت علمت معايا قوي، وبصراحة الأغنية بتنطبق علينا دلوقتي في ظروفنا الحالية، في وضعنا الحالي في الوطن العربي، وفي ناس كتيرة بتسرق مقدراتنا، وناس كتيرة بتسرق أرضنا، وناس كتيرة بتسرق أصواتنا وحرياتنا. فالأغنية دي رسالة أن مهما تسرق عمرك ما هتقدر تسرق وطن من قلوبنا. فالأغنية ديت من مقام الإي ماينر، سلم المي منير. سلم المي منير هو سلم، هيبقى طبعا أغنية درامية شوية، فهيبقى المقام درامي، عشان كده المقام منير. الكوردات بتاعتها بسيطة جدا، احنا هنعمل أغلبها من الأوبن بوزيشن، ما عدا كورد واحد أنا هوريه لكم دلوقتي. اول كورد احنا بنبدا بيه اللي هو الاي ماينر، اي ماينر في المقدمه، وبعد كده اي ماينر 7، اي ماينر 7. هو الاي ماينر بتاعنا بيبقى الصباع نمره 3 على الخانه نمره 2 في الوتر الثالث على الله. انا بقى هشيل الصباع الثالث ده، فهيبقى فيه صباعين بس، فدوت الاي ماينر 7. فضربتين على الاي واركز على الاي ماينر 7، وبعدين هعمل اول باريكورد هعمله هنا اللي هو بي 7. هعمل اول باريكورد هناخده اللي هو البي 7. البي 7 عباره عن ايده صباعي السبابه هيبقى على الخانه الثانيه او الدستان الثاني،
وبعدين عندي الصباع بتاع الخاتم والصباع الصغير محطوطين على الخانة نمرة 4، واللي في النص الوتر اللي في النص هيبقى مضغوط بالصباع الأولاني، لأن أنا شلت الصباع اللي هو الوسطى من المعادلة دي خالص. دوت لو عملنا التلاتة دول كده هيبقى دوت البي، بس دوت البي 7، ونرجع تاني على الإي. هنعملها كده. الكوردين اللي احنا بنتكلم عليهم ال 7، واحد ماينر 7 واحد 7، هو ميجر بس ال 7. يعني ايه 7؟ 7 بتبقى النوتة السابعة في الكورد، يعني الكورد بيتكون من أولى تالتة خمسة، أولى تالتة خمسة. الأولى في الـ A ماينر هتبقى A، وبعدين التالتة بتاعتها تالتة صغيرة هتبقى A، هتبقى C E. الإي ديت الخمسة، فأولى تالتة خمسة. طيب بعد كده السبعة بتاعت اللا هتبقى سول، لأن المسافة بين السبعة وما بين النوتة بتاعت الأساس لازم تكون تون، فبقى قبل اللا على طول نصين اللي هي هتبقى سول، سول لا. لا دو مي ومعايا كمان سول، دوت كده يبقى الاي ماينر 7، بيتكون من اربع نوت مش ثلاثه بس زي ما احنا تعودنا ان الكوردات البسيطه بتتكون. بالنسبه للبي 7، البي 7 هيبقى عندي سي وري وفا دييز ومعايا كمان معاهم اللا. طب الكورد ابو اربعة دوت اللي فيه السبعة بتاعتي دوت، يعني السبعة دي لازمتها ايه؟ السبعة دي بتلون الكورد، ما بيبقاش صريح قوي، وبتلون الكورد بيسهل للراجل اللي بيلحن يركب ميلوديز كمان، وتحس ببعد تالت في التلحين. يعني مثلا الكورد اللي لو انا عملته ماجير وبعدين جيت على المي بعدها مش هيقول لا، ولكن دوت خلاني متشوق اكتر ان انا هنزل على المي بعدها، في اثاره وفي تشويق وفي نوع من الغموض. دوت المقدمه بتاعتي. فبالنسبه للغنى، تسرق بيوت، ببدا بالاي ماينر، تسرق وبيوت دي بكون نزلت على الاي ماينر 7. تسرق بيوت، تسرق شطوط، تسرق بيوت. تسرق شطوط بقى بكون نزلت على كورد اسمه سي ميجر 7. سي ميجر 7 هو السي ميجر بتاعي دوت، لو حطيت النوتة اللي تحت ديت دو، بس لو انا ضفت كمان مع دو مي سول سي طبيعية سي ناتشرال هيديني صوت راكز كده غامض برضو، مش هو الميجر بس صوت قريب منه، ده الميجر 7. بدل دوت هعوضه بده، نعملهم تاني التلاتة دول. تسرق بيوت، تسرق شطوط، تسرق قناوي أو غناوي أو مطر. ده البي 7 اللي احنا أخدناه قبل كده، وبرجع تاني على الإي ماينر. تمسك بيوت العنكبوت حوالين رقاب كل البشر. فاضل اخر حتة اللي هي لكن عمرك ما تقدر، لكن عمرك ما تقدر، ده سي ميجر. لكن عمرك ما تقدر تسرق وطن، ده سي 7 او البي 7، وبطلع تاني على الاي ماينر. اي ماينر 7، تسرق سي ميجر 7، تسرق قناوي او غناوي، ده بي 7 او مطر، اي ماينر 7. تمسك بيوت
العنكبوت. ده سي ميجر 7 حوالي الرقاب. B7 كل البشر. E minor 7. أتمنى أنكم تستمتعوا بالأغنية ديت وأشوفكم المرة الجاية.